السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة زي ما انتوا شايفين مع بعض هنعمل مجموعة من العصاير للناس اللي ممكن ما بتحبش طعم اللبن أو ما بتحبش تشربه. طبعا اللبن فيه فايدة كبيرة قوي، أنا عندي أولادي برضو ما بيحبهوش، فأنا بعمله بكذا طريقة أو كذا عصير بس علشان ناخد الفايدة اللي فيه. تعالوا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل معانا مثلا عصير باللبن بالفراولة، وهنعمل بالموز، وهنعمل كمان اللبن بالتفاح، حلو قوي وجميل. وعصير الفراولة برضو هنضيف له كوباية زبادي او حسب الكمية اللي انتي هتستخدميها او هتعمليها من عصير، هنضيف له زبادي وكده هنحصل على الزبادو اللي بنجيبه من بره. يلا نشوف هنعمل ايه. هنعمل اول حاجة عصير فراولة، قدامكم كده انا هحط المكونات، هحط كوباية لبن، انا هعمل من كل حاجة مثلا كوباية وانتوا تعملوا حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. اجيب الفراولة بتاعتي واقطعها، بالشكل ده دلوقتي بقى هضيف معايا السكر، السكر طبعا يا جماعة حسب الرغبة، هضيف كمان ورقة فانيليا او يعني فانيليا معايا، صدقوني بتخلي الريحة والطعم تحفة. هضربهم في خلاط ونشوفهم مع بعض. خد العصير بتاعنا بعد ما ضربناه، شايفينه شكله جميل ازاي وقوامه اجمل. يلا نعمل باقي العصير بتاعنا. هنعمل دلوقتي عصير تفاح باللبن، حط كوباية اللبن، اجيب التفاحة بتاعتي، عايزة تقشريها قشريها، مش عايزة بقى اول ما تضربيها في الخلاط هتصفيها، انما لو قشرتيها بقى مش هيحتاج ان انت تصفيه ولا حاجة. ضيف التفاح معايا، خلينا نقول مثلا لكل كوباية لبن تفاح، والسكر زي ما قلنا حسب ايه، حسب ما انتي تحبي حسب الرغبة. اضيف السكر بتاعي، انا بحب اضيف الفانيليا مثلا عصير اللبن بالفراولة او اللبن بالموز، لكن في التفاح ما بحبش الفانيليا. اضربه في الخلاط ونشوف شكله ايه. وده شكل العصير لبن بالتفاح بعد ما ضربناه، شكله اهو قدامكم. يلا نعمل باقي العصاير ونشوفهم مع بعض. هنعمل دلوقتي مع بعض الموز باللبن، حاطين اللبن كده، نقطع الموز ننزله كده على اللبن، هضيف برضو الفانيليا، والله بتديله طعم ما اقولكمش عليه، خرافة. اللي ما بيحبهاش بقى، سوري معلش، اللي ما بيحبهاش بقى ما يحطهاش. هضيف السكر بس حاجة بسيطة قوي علشان الموز مسكر معايا، هضربه في خلاط ونشوفه برضو مع بعض. وده شكل العصير بتاعنا، الموز باللبن، شايفين القوام، شايفين جميل ازاي. وفي النهاية ده شكل العصير بتاعنا، تفاح باللبن والموز باللبن والفراولة باللبن والزبادو زي ما قلت لحضراتكم او قلت لكم اني بس زي العصير الفراولة باللبن، بس انا بضيف له الزبادي. ده العصير بتاعي لكل الناس اللي ما بتحبش طعم اللبن. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد.